السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم من جديد في درس جديد من سلسلة دروس اللغة الفرنسية بشكل سهل وبشكل بسيط. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنديرو درس حول لو فيرب اتر. لو فيرب اتر، فعل ديال لو فيرب اتر. كما كتعرفوا ما غاديش ندخلوا في الطريقه النمطيه ديال لا كونجيغيزون، يعني بقى نصرفوا في لو فيرب اتر. الاكثريه كلشي كيعرف يصرف لو فيرب اتر بريزون ولا في لو بري في لو باسي ولا في لو فيتور. مثلا في لو بريزون جو سوي توي الين سون فوز ايتي سون. ماشي ده هو الهدف ديالي من هذا الدرس هذا، وانما تفهموا بشكل صحيح معنى لو فيرب اتر، فين كنحتاجوا هذا لو فيرب اتر. هذا هو الهدف ديال هذا الدرس هذا. Comment utiliser correctement le verbe être؟ كيف نستعمل بشكل صحيح هذا الفعل لو فيرب اتر؟ شنو هو الغرض منه؟ علاش كنستعمله؟ كما كتلاحظوا مجموعة ديال التلاميذ، مجموعة ديال الأشخاص كيعرفوا يصرفوا لو فيرب اتر، ولكن فاش كتسول شي واحد فيهم شنو هو الغرض ديالو؟ أنت كنستعمله علاش أنت أصلا حفظت هذاك لو فيرب اتر؟ هنا يبقى السؤال وهنا الجواب يكون صعب. لهذا في هذا الدرس ان شاء الله نحاول ما امكن نبسط لكم المعنى ديال هذا لو فيرب اتر ان كنستعملوه. اذا نبدا على بركه الله. اذا لو فيرب اتر كما كتشاهدوا، نساو دابا لا كونجيغيزون ديالو اللي هو بسيط جدا. هادشي في لو بريزون، جو سوي، تو اي، ايل اي، نو سوم، فوز ات، ايل سون. واش الا اكتفينا بهكا جو سوي تو اي الي نو سون فوز ايتي سون، واكتفينا بهاد الحفظ هذا، واش حنا فهمنا شنو هو لو فيرب اتر؟ بطبيعه الحال لا. لهذا ان شاء الله اليوم غنفهموا المعنى ديالو الصحيح وان كنستعملوه. لو فيرب اتر كنستعملوه في خمسه اشياء، وغنشوفوا النقطة الخامسة إن شاء الله. هنا جبت لكم أربعة ديال الحالات فاش كنستعملوا لو فيرب اتر. الحالة الأولى نستعملوه في الاسم، نستعملوه في الاسم. مثلا بغيتي تقول سميتي إبراهيم، غتقول جو سوي إبراهيم، ها أنت استعملتي لو فيرب اتر، جو سوي إبراهيم. مثلا بغيت نقول لك أنت إبراهيم، سميتك إبراهيم، غنقول لك توي إبراهيم، توي إبراهيم. بغيت نقول مثلا هو إبراهيم، غنقول إيلي إبراهيم، إلي إبراهيم. مثلا كنستعملو تاني هاد لو فيرب اتر، كنستعملو في لو ميتي، كنحتاجو فاش كنبغيو نعبرو على لو ميتي ديالنا. الميتي هو المهنة، المهنة. مثلا أنا غنقول لكم جو سوي بروفيسور، إي توا توي، غتقول لي أنت جو سوي إليف، جو سوي كذا وكذا. إذن je suis professeur و أنا أستاذ. tu es mécanicien, tu es professeur, tu es pilote, tu es n'importe quoi. d'accord، يعني أنت كتقول المهنة ديالك. إلا بغيتي تقول المهنة ديالك ما عليك إلا استعمال هذا لو فيرب بكل بساطة اللي هو je suis. je suis، وأنا إلا بغيت نقول لك أنت كدير كذا وكذا غنقول لك tu es. بغيت نهضر على شي واحد غنقول il est. il est professeur. il est directeur، il est، il est كذا وكذا، وكتبعو بالمهنة. إذا كان أولا كنستعملو لو فيرب اتر بكل بساطة عندما نريد أن نعبر عن الاسم، وكذلك عندما نريد أن نعبر عن المهنة. الحالة الثالثة اللي كنستعملو فيها هاد لو فيرب اتر هي لا ديسكريبسيون، كنحتاجو في الوصف. إلا بغينا نوصفو أي حاجة كيما بغات تكون، اي وصف بغينا نوصفه، اي حاجه بشي وصف كيما بغى يكون، ضروري نلتجئوا لهذا لو فيرب اتر. هذا لو فيرب اتر كنلتجئوا ليه، وهذه الحاله كيتسمى لو فيرب ديتا، فعل الحاله، لاننا نصف فيه حاله شيء او حاله شخص معين. مثلا بغيت نوصف الحاله ديال واحد السيد، اي اللي هو هو، غنقول il est studieux، هو مجتهد، il est studieux، il est studieux. بغيت نوصف الحالة ديالي، مثلا نقول لك je suis calme، أنا هادئ، je suis calme، je suis calme. بغيت نوصفك أنت نيت في شي حالة معينة، نقول لك tu es intelligent، tu es intelligent، tu es intelligent. أنت ذكي، tu es intelligent. أنا وصفتك، إلا قلت لك tu es intelligent لقد وصفتك، إلا قلت je suis calme
وصفت نفسي، وصفت نفسي. Il est bon, il est gentil, il est studieux. وصفته هو مجتهد، هو لطيف. Il est gentil, il est studieux. إذا وصفته. إذا الحالة الثالثة كنستعمله بكل بساطة في عندما نريد أن نصف شيء ما كيف ما كان نوعه. ما عليك إلا أن تسمي هذا الشيء، ثم تتبعه بهذا الفيرب إتر، ثم الصفة التي تريدها. بغينا نوصفوا مثلا، حنا مثلا بغينا نقولوا حنا ساكتين، غنقول نو سوم. حنا ساكتين، الصفه ديال السكوت غنعطيها لراسنا، غنقول نو سوم سيلونسيو، نو سوم سيلونسيو. حنا صامتين، نحن صامتين. نو سوم سيلونسيو، نو سوم سيلونسيو. داكور. بغيت نصف واحد المجموعة ديال الأشخاص غنهضر معاهم، غنقول انتوما وغنعطيهم شي صفة، نقول فوزات اونيت، انتم شرفاء. فوزات اونيت، فوزات اونيت. اذا كما كتلاحظوا انا كنستعمله في الوصف عندما اريد ان اعطي صفة لشخص او لشيء معين كيفما كان نوعه. الحالة الرابعة اللي كنستعملو في هذا لو فيرب هو لو ليو. لو ليو، الا بغيتي تقول مثلا انا في مكان معين غتقول جو سوي دون. مثلا جو سوي دون لا ميزون، جو سوي دون لا سال، جو سوي دون لا كويزين، جو سوي دون لا سال ا مونجي، جو سوي دون لا كور، جو سوي دون لو تيران. بغيت نقول لك مثلا انت في الدار، tu es à la maison، tu es dans la maison، tu es dans la maison. tu es dans la maison. انت في الدار. بغيت نقول هو مثلا، بغيت نهضر عليه هو، نقول il est dans la maison، هو في المنزل. il est dans la maison. ma mère est dans la maison. mon ami est dans la maison. nous sommes dans le terrain. حنا في التيران. nous sommes dans le terrain. nous sommes dans le terrain. بغيت نهضر مع واحد المجموعه ديال الاشخاص مباشره، نخاطبهم ديريكت، نقول لهم vous êtes dans vous êtes dans le terrain, vous êtes dans la salle, vous êtes dans, je sais pas, dans le café. انتما في القهوة. vous êtes dans le café. إذا كنستعملو في عندما نريد أن نعبر عن المكان. إذا غنحاول نلخص. هذا لو فيرب إتر هو سهل جدا، علاوة أنك خصك تحفظو جو سوي توي إلي نو سون فوز إتي سون، ما عليك إلا أن تفهم لماذا نستعمله. إذا نستعمل أولا في التعبير عن الاسم. أي واحد بغيتي تقول سميتو غتسبقو هو وغتبعو هذاك لوكسيليير وغدير سميتو. مثلا إلي مصطفى، إلي مصطفى، هو سميتو مصطفى. إلي مصطفى، إلي مصطفى. داكوغ. جو سوي سعيد، أنت توي مراد، إكسيتيرا. كنستعملو ثاني في لو ميتي، في المهنة. أي واحد بغيتي تقول المهنة ديالو ضروري تستعمل معاه هاد لو فيرب إتر. بغيتي نهضر على راسي نقول جو سوي بروفيسور، جو سوي كونسي أون أوريونتاسيون. بغيت نقول لك أنت مهندس غنقول لك توي انجينيور. بغيت نقول لك أنت تلميذ توي إليف. بغيت نهضر على شي حد غنقول إلي شوفور دو تاكسي، إلي شوفور دو تاكسي، إكسيتيرا. كنستعملو ثاني إلا بغينا نوصفو شي حاجه كما بغات تكون، كنسبقوا هذيك الحاجه اللي بغينا نوصفوها وتتبعوها لوكسيليير اتر، وتم الصفه اللي بغينا نطلقوا عليها. بغيت نوصف مثلا القسم، بغيت نوصف واحد القسم، نقول القسم جميل. انا غنقول لا سال، لا سال ماشي لا كلاس، لا سال اي جولي، لا سال اي جولي. القسم جميل، او لا كلاس اي جولي، لا سال اي جولي، لا سال اي جولي. وهكذا. ثم كذلك نستعمله في المكان. nous sommes dans la maison، nous sommes à côté du terrain، je suis derrière la maison de Mustapha، انا مراد دار ديال مصطفى، je suis derrière la maison de Mustapha، je suis à côté de mon ami، etc. وهكذا. اذا كما كتلاحظوا هي بسيط جدا هذا لو فيرب اتر. اذا كما تعودوا جميع التلاميذ انهم بقى يحفظوا فقط لا كونجيغيزون، بقى يعرضوا بهذا الشكل هذا لا كونجيغيزون، ولكن عندما يصل الى الاستعمال فانه يتوقف، لا يعرف كيما يستعمله. اذا هذا هو فقط المغزى والهدف ديال هذا لو فيرب اتر. اذا غنشوفوا بعض الامثله.
شوف المثال، مثلا بغيت نقول شي واحد اشنو كيدير با، كنسولو على المهنة ديالو، غنقول ليه كو في طون بير، كو في طون بير، كو في طون بير. هو غيجاوبني بإيل، ها حيت باه إيلي، ها هو استعمل لوكسي الأتر، إيلي انفيرميي، إيلي انفيرميي، هو ممرض، إيلي انفيرميي. إذا هنا المهنة إيلي انفيرميي. كو في طون بير؟ إيلي انفيرميي. Que fait ton père? Il est infirmier. Que fait ta mère? Il est femme de foyer. Il y a rabat de bête. Elle est femme de foyer. Que fait ta mère? Elle est femme de foyer. Idem. سولتو على المهنة وجاوبني بالأوكسيلاتر بكل بساطة بأنه ممرض، il est infirmier. نزيدو المثال الآخر على المكان. قلنا بأن لو فيرب إتر كنستعمل في المكان. غنطرح مثلا غنقول لي فين، فين راك، فين أنت؟ Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ein end. Régulez que je suis dans la maison. 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 Bikul le basata. Où est ton père? Fin pak. Où est ton père? Régulez il. Hit l'ab. Il. Il est dans la maison. Il est dans la maison. Où est ton père? Il est dans la maison. Où es-tu? Fin kinta. Où es-tu? Je suis dans la maison. Je suis dans la maison. كما كتلاحظوا هذا هو الدور ديال لو فيرب اتر عندما نريد ان نعبر عن المكان. نطرح سؤال، كذلك ننتقل الى الوصف. غنقول مثلا واحد دوز الامتحان، غنقول له كومون اي ليكزاما، او لا غنطرح كومون ليكزاما ايتي، ولكن هذه معقده شويه، غنقول سهله كومون اي ليكزاما. كومون اي ليكزاما، كيف هو الامتحان؟ كومون اي، الا قلت لك كيف هو الامتحان شنو معنى اش كنسول؟ كنسول على الصفه باش يوصف لي هذاك الامتحان. كومون اي ليكزام؟ اذا غي بكل بساطه غيقول ليكزام اي فاسيل. ها هو استعمل لوكسيل اتر، ليكزام اي فاسيل، ليكزام اي فاسيل. ما غاديش نقولوا ليكزام فاسيل حيت العربيه هذه الامتحان سهل، جوج كلمات الامتحان موراها سهل، لا. اللغه الفرنسيه كنستعملوا مع لو فيرب اتر، ليكزام اي فاسيل، ليكزام اي فاسيل. Comment est l'examen? L'examen est facile. Et donc, comme vous l'avez compris, nous avons le verbe être pour nous faire l'examen. Nous avons le verbe être et nous avons le verbe être. L'examen est facile. L'examen est facile. إذن هذا هو بكل بساطة لو فيرب اتر، ونتمنى لكم يعني استفادة أكبر، ونلقاكم في دروس قادمة إن شاء الله. ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة عبر الضغط على الأيقونة الحمراء، ولا تنسوا كذلك الضغط على أيقونة لايك أو جيم لكي يصلكم كل جديد بحول الله، ولكي نتقدم في دروس جديدة وفي دروس مهمة إن شاء الله سوف تأخذكم إلى التمكن من هذه اللغة بكل بساطة تامة. وإلى اللقاء في درس جديد بحول الله تعالى.